الإنترنت الفضائي في العراق، كلام فضائي يدور في دائرة فارغة يقول المواطنون، فثقة المواطنين بتصريحات المسؤولين أضعف من جودة الخدمة. هي الحكومة ما توفر، أو يعني وزارة الاتصالات ما توفر الإنترنت العادي اللي هسه الدول المتقدمة أو الخليج بدأ يستخدمه، توفر لنا إنترنت فضائي؟ احتل العراق المرتبة الأخيرة في جودة الإنترنت ضمن عدة مؤشرات عالمية، بينما يشتري المواطن هذه الخدمة السيئة كما يصفها غالبية العراقيين بأسعار مرتفعة جدا عند مقارنتنا مع دول الجوار. بصورة عامة الإنترنت بالعراق من سيء إلى أسوأ، بحيث أنا مواطن مشترك اشتراك ب 35,000، يعني حصر علي يفتح عدة صورة تطبيقات البرامج كلها ما تشتغل. يعني احنا بالعراق عندنا اغلى نت بالعالم، اغلى نت بالعالم، وكل هذا الخدمة سيئة. والله الانترنت بالعراق تعبان كلش، يعني انا اشترك كل شهر 35,000 ومقطع دقيقتين ما حمله، اضطر اشترك على سيم كارت. نحو 75% من العوائل العراقية تستهلك نحو 300 جيجا بايت شهريا وبسرعات متفاوتة وقليلة، في حين تحصل العائلة الواحدة ضمن الاشتراك المدعوم على 300 جيجا بايت بسرعة عالية مقابل 45,000 دينار عراقي. مهدي غريبواني، نيوز بغداد.